كذا سؤال. تفضل. مع حفظ الألقاب سعد الحريري شو بتشوف دوره سياسيا؟ عودة خجولة إلى لبنان، امتحان أخير وناجح. ري الحسن إلى الواجهة. الرئيس الأسبق جنرال ميشيل عون، الله يطول بعمره، الله يطول بعمره، عنده دور بسنة 23، في له عدة أدوار وأكثر من اجتماع دولي وداخلي بيجتمعوا معه، وراح يكون في تأثير إيجابي أكيد. صهره جبران باسيل، جبران بمرحلة من المراحل بكون صانع رؤساء وليس رئيس. ما بتشوفه أبداً رئيس المرحلة المنظورة؟ لا. سمير جعجع، سليمان فرنجية، أمور صحية بدها تبلبل من الداخل ضمن القوات اللبنانية مما يخلق بعض الانشقاقات. أمور صحية مع سمير جعجع؟ مع قائد القوات اللبنانية؟ سألتيني عن سمير جعجع، أنا عم جاوب عن سمير جعجع. طب فرنجية، سليمان فرنجية، المرحلة المقبلة، مش المرحلة الحالية، المرحلة المقبلة فخامة الرئيس، يلي هي أول مرحلة. أنت حكيت عن مرحلتين، حكيت عن السنة 2023 ورجعت حكيت بعد سنتين. نعم. أول مرحلة؟ لا، مش رح يقبل يطلع سنتين هو، لكن تاني مرحلة. طب أول مرحلة مين رئيس؟ شو بدك تحرقوا له اسمه؟ بدنا نعرف. لا أنا ما رح خليك تفل من هون بلا ما تقلنا مين رئيس الجمهورية الجديد. أنا وياك بخبرك عنه. لا والناس بدي أرجع أطلع على الهواء أخبرهم. لكن خلص نحن لها.